لعبة بوليغون لعبة إطلاق نار تكتيكية متعددة اللاعبين. لازم إنك تقاتل على خريطة واسعة وتستخدم الأسلحة المختلفة المميزة في هاللعبة، ورح تلعب اللعبة مع 32 لاعب. لازم تكون قائد جيد وتدير ترسانتك ومهارتك بشكل قوي وصحيح حتى تضمن النصر. قود الفريق للنصر في ملعبك واظهر مهاراتك الحركية ومهارات الإيم عندك. انضم لأكثر من 20 مليون لاعب في روك كومباني، لعبة إطلاق نار تكتيكية من منظور الشخص الثالث اللي راح تخلي مصير العالم بين إيديك. اهزم فريق العدو في أوضاع اللعب الموضعية والقائمة على الحركة، واللي بتتميز بالمواقع الغريبة واللعب المثير. لعبة مجانية بنسبة 100%. افتح كل العملاء مجانا واللي بتيجي مع مكافآت مجانية إضافية تتمكن من جمعها بمجرد إنك تلعب اللعبة. Overwatch 2 لعبة حركية مجانية دائمة التطور وبتتطور باستمرار، وهي لعبة قائمة على الفريق، يعني انت فرديا شخصيا لحالك ما بتقدر تسوي شيء. بتدور احداث اللعبة في مستقبل متفائل، راح تكون كل معركة هي المعركة النهائية في ساحة المعركة اللي راح تتكون من 5 ضد 5. كون فريقك مع اصحابك على جميع المنصات، 35 بطل و22 خريطة و6 اوضاع لعب. قود الهجوم او انصب كمين لاعدائك وساعد حلفائك. خذهم للمعركة من خلال 22 خريطة مستقبلية مستوحاة من مواقع حقيقية مع 6 أوضاع لعب فريدة من نوعها. سوبر بيبل لعبة معركة ملكية أو باتل رويال، طورها الاستوديو الكوري الجنوبي وندر بيبل ونشرتها وندر جيمز من إخراج سيونغ جونغ بارك. شو هالأسامي أنا مش فاهم. اكتسب عنوانها الأول شعبية واسعة على ستيم، شارك 4.3 مليون لاعب في الاختبار التجريبي المغلق في فبراير 2022. بتقدم لك شركة وندر بيبل بفخر لعبة إطلاق نار من نوع باتل رويال، واللي راح تعمل ثورة في طريقة تفكيرك في هالنوع من الألعاب. سيطر على جندي خارق لكل واحد مهاراته الخاصة اللي بتميزه، وخليك عايش حتى تكون آخر من يقف أو لاست مان ستاندينج. Walking Zombie 2 العالم بعد غزو الزومبي صار مكان قاتم جدا. حظك انك انولدت بهالعالم، ما بعرف رح تعتبره حظ سيء ولا حظ كويس. المهم رح يكون عليك انك تكافح حتى تعيش وتحارب انواع كثير من الزومبي وقطاع الطرق وحوش خطيرين. رح تاخذك اسئلة مهمة في القصة وكثير من المهام الجانبية. ارفع مستوى مهاراتك وامتيازاتك وبيع واشتري المعدات وتواصل مع الناجين غير المحظوظين. مك ابني او اعمل كرافت بين قوسين وابقى على قيد الحياة. في هاللعبة المجانية للبقاء على قيد الحياة من المطور داني من خلال الرسومات متعددة الاضلاع البسيطة والالوان النابضة بالحياة، راح تشوف انه هالعالم الملون بيحتوي على اجراءات صارمة، وراح تقضي وقت طويل في محاولة انك تضل عايش. يا مسكين، جمع الموارد ورقي اسلحتك وابني قاعدتك وانت بتحاول انك تضل على قيد الحياة. ويلك انك انت تبني وتعمل وتسوي اكل وتعمل كرافت، وويلك من الوحوش اللي بدها تذبحك. فالورانت لعبتي ماي بلاي ستيشن زي ما بيحكوا.
قاتل في جميع أنحاء العالم وامزج بين أسلوبك وخبرتك على منصة عالمية تنافسية. هاجم ودافع عن جانبك باستخدام الأسلحة هاجم ودافع عن جانبك باستخدام الأسلحة الحادة والقدرات التكتيكية. وبوجود حياة واحدة فقط في كل جولة رح يتعين عليك أنك تفكر كثير وتفكر بشكل سريع جدا أسرع من خصومك إذا كنت حاب أنك تضل عايش. الإبداع في هاللعبة هو أعظم سلاح عندك، يعني اختار عميلك المسلح بقدرات تكيفية وسريعة وقاتلة تعطيك فرص بتخلي لعبك بالأسلحة أوفر باورد، يعني نار شرار. يعني من النهاية اللعبة قائمة على الفريق كامل، ولازم يتوزع على الفريق كامل الشخصيات الصحيحة لكل خريطة أنت بتلعب عليها. وعلى سيرة الخرائط، كل خريطة تصممت خصوصي لاستراتيجيات الفريق واللحظات الفاصلة. اصنع مجدك والسيناريوهات اللي راح يقلدها الناس لسنوات جاية. طقاتهم ثلاث رنجان. هو يمكن.